هو جزء من هذه الإنسانية وهذه البشرية الذي خلقه الله عز وجل وأكرمه الله عز وجل حينما قال في كتابه الكريم ولقد كرمنا بني آدم. هنا يفهم المسلم أن بني آدم أفضل خلق الله عز وجل وأكرم خلق الله عز وجل، لا يختلف بهذا الميزان لونه وثقافته ولغته ودينه ومكانه ومستواه، كل الناس سواسية عند الله عز وجل إلا بالتقوى، فمن اتقى الله عز وجل كان له مكانة الرفيعة. الوسطية هي صفة أمة الإسلام، وما جاء ما يخالف ذلك فليس من الإسلام من شيء، أي اجتهاد شخصي، أي اجتهاد لشخص معين لا يتوافق مع هذا الفكر الوسطي إنما هو شيء من خارج الإسلام. تعلمنا في هذا الدين العظيم وأكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم أن نكون خير البشر، نتعامل بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا هو منهج الإسلام، هذا هو المفهوم الذي بنت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعمالها الإسلامية والخيرية في داخل الكويت وخارج الكويت. نريد أن نتعايش، نريد أن نشعر، نريد أن نشعر بأننا أهل هذه الأرض مع من يريد أن يكون هناك تسامح ومحبة ووصال. القيم الإسلامية كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي قيم إنسانية لا تعترض مع أي إنسان في العالم مهما كانت ديانته، ما دام هو إنسان وهو بشر خلقه الله عز وجل، إذا نؤمن إيمانا صادقا أن الله عز وجل قد غرس في قلبه وفي نفسه هذه القيم، ونتعاون معه في ظل هذه المنظومة، منظومة القيم الإنسانية التي أصلها الإسلام وجاء بها الله عز وجل من سابع سنوات. نحن أيها الإخوة والأخوات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفي دولة الكويت ننتهج هذا المنهج ونعتقد أن هذا هو المنهج الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال هذه الآيات القرآنية المباركة وهذا الهدي العظيم الذي يتعامل به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الآخر مهما كان ذلك الآخر. أسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الأمانة وأن يبارك في جهودكم وأن يجمعكم على الخير، وأن يكون هذا المركز هو مركز إشعاع الخير والقيم الفاضلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.